هذا وبعد الاعتداءات التي حصلت على 3 مطاعم، 2 منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني. ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بجملة من الإجراءات من بينها معاقبة المقصرين من القوات المسكة إذا تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وحجز القوة المسكة من دوريات النجدة وشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات.